شركات حما خالد الخطيب أرتي. من موقع الحدث كانت هذه آخر جملة قالها مراسل قناة روسيا اليوم خالد الخطيب الذي قتل بقذيفة أطلقها تنظيم داعش على مكان تواجد فريق عمل القناة في سوريا. خالد هو واحد من قائمة طويلة من الصحفيين العرب والأجانب الذين سقطوا في مواقع الاشتباكات والنزاعات، فتحول موتهم في سبيل نقل الواقع قصة أخرى تروى إلى جانب مآس تمتد مع جغرافيا العالم. 50 صحفيا قتلوا في 18 دولة منذ بداية عام 2017 بحسب التقرير النصف السنوي لمنظمة حملة الشارة الدولية، وهي منظمة غير حكومية مختصة في حماية الصحفيين ومقرها في جنيف. التقرير أشار إلى أنه في نفس الفترة من العام الماضي قتل 74 صحفيا، ما يعني انخفاض حوادث قتل الصحفيين إلى 32%، حيث قتل في عام 2016 156 صحفيا. المنظمة اعتبرت المكسيك من أخطر الدول للعمل الصحفي في عام 2017، حيث قتل فيها 9 صحفيين. جاءت بعدها أفغانستان مع مقتل 7 صحفيين، وقتل 6 صحفيين في العراق و5 في باكستان، كما قتل 3 في روسيا و3 في اليمن و2 في كل من جمهورية الدومينيكان وغواتيمالا والهند والبيرو والفلبين وسوريا، وقتل صحفي واحد في كل من بنغلاديش وميانمار وهندوراس والمالديف ونيجيريا وتركيا. الإحصاءات المقلقة عن مقتل الصحفيين كانت فرصة لبحث وضع الصحفيين العرب الذين يعملون في مناطق خطيرة، وتساءل الكثيرون عن مدى اهتمام المنظمات الدولية بالصحفيين العرب، لتأتي الإجابة من بعض الصحفيين أنه على الرغم من سن المجتمع الدولي قوانين لحماية الصحفيين إلا أنه لا يتخذ أي إجراءات بشأن مقتلهم وتحديدا العرب، ولا يتحرك إلا لو كان الصحفي أجنبيا أو يتبع مؤسسة عالمية، ولا يفتح تحقيقات بمقتلهم، وفي كثير من الأحيان يعتبرون مواطنين وليسوا صحفيين، وقد يقتصر الأمر على بيانات خجولة لتدين مقتلهم. كما يؤكد الصحفيون أنه لا يوجد اهتمام بآليات العمل الصحفي في العالم العربي، حيث لا تتجاوز نسبة الصحفيين الذين خضعوا لتدريبات السلامة المهنية 10%، وكثير من المؤسسات تلقي بصحفييها في مناطق النزاع دون توفير وسائل الحماية الكافية. هؤلاء صحفيون قتلوا في مناطق النزاع فقط لأنهم صحفيون، وثقت كاميراتهم وكلماتهم الواقع كما هو، وكان الثمن لهذا حياتهم، فبذلوها بدون تردد لأنهم حراس الحقيقة وضحايا الكلمة.